لقاء فاصل حول مقاتلات F-35 لتركيا، إما المقاتلات أو إعادة الأموال لنا. في تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تخطط لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ملف مقاتلات F-35، وذلك بعد أن التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة 20 في روما. وقالت الوزارة في بيان لها إن اللقاء المزمع عقده سيكون خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرة إلى أنها تعمل مع نظيرتها الأمريكية على إنهاء الخلافات الحاصلة حول مقاتلات F-35، وجددت تأكيد موقف تركيا الواضح لأنها ترغب في العودة إلى المشروع واستلام المقاتلات المخصصة لتركيا، وإلا إنهم يريدون استعادة الأموال التي أنفقتها تركيا أثناء انخراطها في المشروع والبالغ قيمتها 1,400,000,000 دولار. من جانب آخر، أوضحت الوزارة أن القوات المسلحة التركية تواصل بحزم مطاردة الإرهابيين داخل وخارج حدود البلاد، مشيرة إلى أنها تمكنت خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي من تحييد 279 إرهابيا داخل وخارج البلاد، أنها حيدت 169 إرهابيا في مناطق عملياتها داخل الأراضي السورية. وقال بايدن لنظيره التركي إن أمريكا ترغب في توسيع مجالات التعاون وإدارة النزاعات بشكل فاعل، مشيدا بمساهمة تركيا لنحو 20 عاما في مهمة حلف شمال الأطلسي الناتو بأفغانستان. وجدد الرئيس الأمريكي قلقه من امتلاك تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، مؤكدا أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين وأهمية تركيا كبلد عضو في حلف الناتو.